صبري هي حلوة رجا ومرتاح بالمعمل؟ كتير، وعندي كتير مشاريع عم بخطط لطور المكنات وطريقة التخزين. ايه منيح. تفضلوا على العشاء. يا جماعة، في خبر حابين نعلنكم إياه أنا وفرح. قررنا نتجوز بعد 4 أشهر. هيدي خبر مفاجئ. شو اللي جت فجأة فرح؟ فحص ضميري وقررت إنه هيك بدي. كرمال ريم؟ لا، كمان هالفترة حسيت انه في كتير قواسم مشتركة بيني وبين البرنس عمر. مبروك بابا. مبروك يا جماعة، لازم نفتح شامباين. أو بغير ظروف.